السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد اخوتي الكرام. ما زلنا مع مسند الدارمي، ومع مسند احمد، ومع ايضا البخاري والموطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة من الحديث عن يزيد بن خمير الهمداني أبي عمر، فالهمداني عن ابن عمر قال: سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمط أنه خرج مع عمر رضي الله عنه أرضاه، نعم، إلى ذي الحليفة فصلى ركعتين، فسألته، قال: خرج مع عمر ذي الحليفة صلى ركعتين، فسألت عن ذلك، قال: إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد يعني مر وتكلمنا عنه. فهو مر معه على ذي الحليفة وصلى ركعتين، وهذه أيضا معناها يعني العلماء قد أخذوا من هذا الحديث بأنه مسافة القصر كمسافة ثلاث أميال، هي مسافة ذي الحليفة. وهذا عجيب جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذو الحليفة وهو مسافر إلى مكة وذهب إلى الحج، فصلى ركعتين وذهب إلى الحج، رضي الله عنك شيخاني أحسن الله عليك، وهو ذهب إلى الحج، وكانت المسافة بين المدينة ومكة 500 كيلو. فهو عند 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 فوات البيوت له أن يقصر، هو مسافة ثلاث أميال ذهب إلى ذي الحليفة فقصر، وهذا فعل الصحابة الكرام، لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وقصر في ذي الحليفة. وكان المقصد هنا أنه قصر من ذي الحليفة لأنه مسافر إلى مكة وهو قد فوت البيوتات. فصلاته في ذي الحليفة ركعت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تتغيرين كثيرا أم محمد، لما الغياب؟ فصلاته في ذي الحليفة ركعتين، إنما يصنع ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى ركعتين في ذي الحليفة كما قال أنس، وكان مسافرا إلى الحج وأحرم من هناك، وكان وقت إحرامه صلاة العصر فصلى ركعتين. وهذه فيها دلالة على فضل الصحابة، وأيضا فيها دلالة على فضل التابعين، أنه يسأل، يعني لما صار مع عمر بن الخطاب سأله، ما سكت عما يفعل عمر بن الخطاب، فسأله، فإجابته أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة من فضلهم أنهم يتقصون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتتبعونه فيعملون به. وقال المصنف: حدثنا أبو نوح قراد، أخبرنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي أبو زميل، حدثنا ابن عباس، حدثنا عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هم 300 ونيف، ونظر المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك تهلك، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ثم نصحه، أخذ رداءه ثم التزمه حاضنا من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر علي وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا قوة لنا على الكفار، وعسى الله يهديهم فيكونون لنا عضدا. فقال رسول الله: ما ترى ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى أبو بكر، ولكن أرى تمكنني من فلان قريبا، فأضرب عنقه ويتمكن عليها من عقيل، فأضرب عنقه ويتمكن حمزة من فلان أخي فأضربه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواد المشركين، هؤلاء سنضيدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. أقول إخوتي الكرام، في غزوة بدر هذا اليوم العظيم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ففرق الله به بين الأهل الإسلام وأهل الكفران، وكان النصر حليفا لأهل الإسلام، فرق الله بينهم وبين أهل الكفر
وجعل كلمة الله أو كلمة الله العليا وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى، ورفعت راية المسلمين، وتعلم الناس علم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعبدوا العبادة جميعا لرب العباد. شوف هنا يقول حديثنا عمر الخطاب لما كان يوم بدر قال نظر النبي إلى أصحابهم 300 ونيف. فالمسألة هنا ليس النصر بالقوة أو العدة أو العتاد، لا، فلذلك قال 300 ونيف ونظر المشركين فوجدهم 1000 وزيادة، فاستعان عليهم بالله جل في علاه، فاستقبل النبي القبلة ثم مد يديه عليه رداءه وإزاره، ثم قال اللهم أينما وعدتني، أينما وعدتني يعني ما وعدتني على النصرة وعلى رفع راية المسلمين، أين ما وعدتني، اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني. وهذا تذلل لله وافتقار وإظهار الحاجة والإعواز لربنا الجبار سبحانه وتعالى. لذلك قبل أن يسلم الدعاء واستجاب الله الدعاء، لكنه ناشد واشتد في المناشدة ورفع يديه مناشدا ربه جل في علاه لما رأى قلة العدة والعتاد. وحقيقة الأمر نحن لا نقاتل الناس بعدة ولا بعتاد، نقاتل الناس بإيمان وكفر. ولذلك قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا، أو قال تريدون غير ذات الشوكة والله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أنتم تريدون العير، الله تعالى ما يريد إلا القتال والفرقان بين عباد الرحمن وبين أولياء الشيطان. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ورد العدد قليلا ورد عددهم كثيرا، فرفع يديه يعني مستمسكا متضرعا خاشعا وهو يقول اللهم أينما وعدتني، يعني أنت وعدتني النصرة ووعدتني رفع كلمة المسلمين. والله تعالى إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق سبحانه جل في علاه، ومن أوفى بعهده من الله، وقول الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلذلك رفع يديه يقول اللهم أينما وعدتني، فإن الله وعده بالنصر، وعده إحدى الطائفتين أن تكون لكم، والله يريد أن يحق الحق بكلماته، فالطائفة التي تكون لكم هي طائفة الجيش. فأخذ يناشد وارفع يديه، وهذه من أداب الدعاء أن تستقبل قبلة وأن تناشد ربك متضرعا متمسكنا، ترفع يديك إلى السماء حتى يقبل الله جل في علاه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتذلل لله جل في علاه حتى قبله، قال اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم إنك أن تهلك هذه العصابة فلم من أهل الإسلام فلن تعبد بعد اليوم. فهو يبين أن هذه العصابة هي عصابة الإسلام، وهؤلاء ما أحد على وجه الأرض على الإسلام إلا هؤلاء، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. فدعا ربه حتى يعني ما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه. وهذه فيها الهمة عند الدعاء وحسن الظن بربنا الجبار سبحانه وجل فعلا الغفار أنه يقبل الدعاء وأن يغفر الذنب ويعطي القليل من العمل كثير من الثواب ويجزي العطاء والمثوبة. فما زال يستغيث ربه جل في علاه، والاستغاثة لا تكون إلا بالله، لا تكون الاستغاثة بميت ولا بولي ولا بحي ولا بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث بها إلا بالله. ويستغاث أيضا بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه. فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، وهذه معناها أن في الدعاء أنك ترفع يديك هكذا، وإذا رفعت اليد هكذا كأنك تتضرع لله جل في علاه، تظهر المسكنة والفاقة والفقر والضعف، وحتى تستجلب رضا الله ورحمة الله جل في علاه والنصر. فرفع يديه طويلا حتى سقط الرداء من على كتفيه، فألبسه الرداء أبو بكر، ألبسه الرداء ثم بعد ذلك التزمه حضنه وقال بعض من أشدتك يا رسول الله فإنه سينجز ما وعدك. وأنزل الله جل في علاه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مردكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ الله تعالى هزم المشركين. شوف قال عمر، شوف هنا هذا أصل 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 الكلام على التوحيد، قال فهزم الله عز وجل المشركين، معنى الذي قاتل المؤمنين قاتلوا والمؤمنين الذين قتلوا وأسروا والملائكة معهم، قال هزم الله المشركين،
ولذلك قال الله تعالى: وما النصر إلا وما جعل الله لبشرى لكم واطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في الآخرة إن الله عزيز حكيم، فلا بد أن تعلم ذلك أنها من الله. فهنا عمر بن الخطاب يلفت القلب ألا يلتفت إلا للرب، فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال بكر نبي الله هؤلاء بن العم والعشيرة. وهنا استشار فيها مسألة الشورى، مع أنه يوحى إليه، أراد أن يستشير في مسألة الأسرة وهو يوحى إليه، فأشار عليه أبو بكر بأن يبقي الناس وأن يأخذ منهم الفدية، يقوي من عنده وجيشه بالفدية، وهم إذا أسلموا يكونون عضدا للنبي، وقد كانوا قدرا قد كانوا. نعم. فهنا قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، مع وجود الوحي تبين لك أنه لابد أن تكون صحبة للأمير، وإن الله إذا أراد الأمين خير جعله بطانة خير، وإذا أراد الأمين شر جعله بطانة شر. فبطانة الخير سبب لعز الولي ولتمكين الولي ولتمكين الإسلام أيضا في هذا الباب. بالنسبة للأخذ من اللحية بعد القبضة، هكذا بعد القبضة، هذا جائز لفعل 6 من الصحابة بذلك، لكنه ليس مستحب وليس بواجب. لذلك قال: فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 وأسر 70، فأشار عليه بالفدية، ومنهم من أشار عليهم بالقتل عمر بن الخطاب، لكنه لم يمل إلى القتل ومال إلى الفدية. وكان أبو بكر أوفق للقدر، وكان كلام عمر هو التشريع، لكن أبو بكر أوفق كان للقدر، رضي الله عنك حمزة، كم أحبك في الله فوق رأسي أنت. وعمر قد أشار بالقتل، وجاء التشريع موافق لعمر والقدر موافق لأبي بكر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.